ربنا ما خيبش ظني فيك يا بدران، وطلعت راجل بجد ورفعت راسي قدام اهلي وقدام الدنيا كلها. وحياتك يا قلبي هفضل العمر كله خدامه تحت رجليك، وابنك ولا بنتك لازم يطلعوا زيك، وهفضل طول عمري احكي لهم عن شهامه ورجوله ابوهم، واقول لهم ما يصدقوش كلمه واحده وحشه تتقال عنك. بدران انا بحبك قوي. وانا كمان كنت بحبك قوي ولسه. ده انا من كتر سعادتي عايز اتجوز تاني. وفي احلى من الجواز؟ عارفه انا من مكان هنا بنصح كل صاحب مكتب انه يتجوز السكرتيره بتاعته عشان يجيبوا موظفين صغيرين. يلا بقى انزلي عشان الناس زمانهم جهزوا مستنينك. ناس مين يا حبيبي؟ الزباين زمانهم على وصول، ومش معقول هيفضلوا مستنينك لحد ما تنزلي. ما انا فهمتك الزباين تقال مش عايزين اي حد يشوفهم عندي، وانا فهمتهم اني هبقى لوحدي. يلا بقى انزلي. طب يا حبيبي انا مش هعطلك اكتر من كده. يا ريت. لا اله الا الله. باي باي. محمد رسول. خرجت خلاص. اهلا وسهلا بسيد الناس. لا 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 اتفضل جوه يا معلم. وانا بقول لنفسي الدنيا زهزهت ولعلعت ونورت كده ليه، وبقول الكباريه منور بتشريفك يا معلم، وبسال نفسي الكباريه منور ليه، اتاري المعلم النوح ماشي عليه. اتفضل نورت المكان يا معلم. ازيك يا بيضون؟ عايشين بحس اللي زيكم يا سيد الناس وعم العالم. شلبي أؤمرني. أحلى ترابيزة على البست للمعلم النوح. حساب الترابيزة كلها على حساب المحل، اللي يؤمر بيه يفكر فيه دست منه تحت رجليه. الترابيزة الملوك المستكوف المستكان يصل سيد المعلمين. لا أنا مش جاي على صهر. لا لا أنا كده هزعل يا معلم. يبقى نجيب إزازة ونشربها نغب تشريفك لينا بالسلامة بالتلج والصودا وأحلى مزة لسيد المعلمين. برضو لا، لا زازة ولا يحزنون. أنا عايزك في كلمتين لوحدين يا ملط. جو يا شلبي. أنا ورا البابلة وعوزتني. مرني يا سيد الناس وعم العالم. ينفع اللي حصل لابني في محلك ده يا ملط؟
ينفع تبقى دي اخرتها؟ تصدق وتامن بالله يا معلم، شبك ايدي في ايدك كده وتشبيكه العشرة الكرام دول ومليك عليا حلفان. انا كنت بره المحل بقضي مصلحه، لما رجعت هنا حكولي وتاثرت، انما انا لو موجود كنت خدت حقه تالت ومتلت. ده مين؟ ده براء النوح ابن سيد الناس وعم الجمال كلهم. اسمع يا ملط، حق ابني انا ممكن اخده الليله، فاهم؟ الليله واللي حصل ده تضيع فيه رقاب، وفي غمضة عين كان ممكن أول محل ده يبقى كوم تراب قضاء وقدر، لكن إحنا مش قادرة، دماغي هتفرقع. ايه برضه الصداع يا ابلة؟ ايوه يا اختي الصداع، ما بنامش خالص، هنا سهر لغاية الصبح، يا دوبك الحق انام لي ساعة ولا ساعتين في البيت واقوم اشوف اللي وراي، مش عارفة اعمل ايه؟ يلا نجري هاتي لي كوباية قهوة ولا حاجة تصحصحني شوية. لحسن خميس ممكن يغير رأيه ويجي، عايزة ابقى مفوقة. وهي القهوة بتضيع الصداع يا ابلة؟ دي بتزوده وبتهلك الصحة على الفاضي. امال اعمل ايه يا ست الدكتور؟ تاخدي لك نص حباية من الأحمر ده هتوهوجي وتصهليلي وتقفي دادابان زي الجندي في الميدان ولا تحسي بحاجة أبداً. خدي يا ستي. لا يا ماما ماليش في البلبعة. بلبعة إيه؟ أنت مفكراها حبوب هلوسة من بتاعة العيال دي؟ دي حبوب متجربة والكل ماشي بيها. هما الألاتية اللي وراكي بيطبقوا بالليلتين إزاي؟ ما هم الأحمر دوت. جربي جربي، سمي ودوسي وعلى ضمانتي. هاتي يا منيلة. أيوة يا ستي، دي هتخليكي فلة. بسرعة المية عيني، دي طعمها وحش قوي. وحش ايه يا ستي؟ دي حمرة وجميلة يا مانجا. انت يا حل، الله يخرب بيتك. خمسة وطيري. الحقنا يا باشا الحقنا، احنا كده هيبتنا هتروح وسط الخلق وانا قافل بقي بمية جزمة عشان خاطر عيون سعادتك والامر اللي ماشي على رقبة الكل. اهدى بس يا نوح، اقعد. اهدى اهدى ازاي بس؟ والواد بيرجع لي كل يوم والتاني معاها من افندينا وانا ماشي جنب الحيط يا باشا، كافي خيري شري، بس برضه احنا كبار واللي بيحصل ده كتير. ابنك هو اللي بيجر الشكل يا نوح. الواد معذور يا باشا، محروق عشان ترى خود، انا ماسكه بالعافيه، بس بقى افندينا هو اللي سايق فيها، كل يوم والتاني يعوره ومره يهزقه وسط الخال وينقطه. الله، ودي مش اصول يا باشا. عايز تسمع نصيحتي يا نوح؟ يا باشا نصيحتك خريطه نمشي عليها كلنا. ابعد ابنك عن خميس لو عايز تفضل كبير في السن.